وبالنسبة لمتابعة المشاهير ومشاهدة بثوثهم التي فيها كل ما هو مخالف للدين والفطرة مما تنافي الغيرة والرجولة والمروءة والأخلاق الحميدة، فما هي بعد المخالفات الشرعية إلا مضيعة للوقت الثمين في سبيل التفاهات التي يصدر من التافهين والفاسقين؟ والمسلم لا ينشغل بمثل هذه الأمور، فالوقت الممنوحة له أضيق من أن يضيعها بمتابعة ما قال فلان عن فلان، وماذا فعل فلان في جولته الفلانية، وما سيفوز إذا ما تم هناك صراع بين فلان وفلان، والقعود لساعات طويلة في مشاهدة ما سيفوز في الجولات ليرى تنفيذ الأحكام على المغلوب، وهكذا وغيرها. هذا عداك عن كون أغلب هذه البثوث تحتوي على كفر وفجور من إظهار الوطنية ونصر القومية ووجود النساء والشتائم القبيحة ونحوها. ولا أدري كيف لعاقل أن يرضى لهذه المهازل أن تأخذ من وقته وينشغل فيها وفيما يحصل مع المشاهير في حياتهم اليومية من التفاهات. فمن كان هذا حاله فليراجع عقله وليرجع إلى رشده، فليس هذا بحال عاقل فضلا عن حال مسلم، ولينشغل بما يفيده في دنياه وآخرته خير لهم.